بدل ما تنقل كل يوم في مكان. ولكن مش معنى وجود استاد النادي الاهلي اللي احنا فيه النهارده مش معناه ان احنا ننسى حلمنا الكبير، الحلم اللي كلنا حلمناه باذن الله. احنا بنشتغل كلنا، ويمكن دي برضو فرصه ان انا بشكر كل اعضاء مجلس الاداره لحرصهم الشديد انه يشتغلوا بروح الفانيلا الحمراء، حرصهم الشديد ان كل واحد فيهم بينسى ذاته عشان خاطر نادي، وعشان خاطر يعني انه يعلي من قيمه نادي. فاحنا بنشتغل وبنشتغل كويس، بس احنا بنتكلمش كتير. احنا لما يكون في حاجه جاهزه بنتكلم عليها، حاجه خلاص تم توقيعها بنتكلم فيها. عشان كده الحلم الكبير والهدف الاكبر موجود وبنشتغل عليه، وموجود وبنشتغل في اتجاهات مختلفه. اعتقد ان شاء الله قريب باذن الله الحلم ده هيتحقق ان شاء الله.